مساء الفل يا جماعة، رجعنا لدارك تاني. وقلنا قبل كده ان هو كان محطوط في مكان محدش بيتعامل معاه خالص، ولا حد بيحاربه ولا الكلام ده كله، كل فكرته ياكل وينام ويعمل حمام، مش عايز اكتر من كده. النهارده قلنا هنبدأ نقوي سلوكه، وكمان هنخليه ان هو يعرف ان في اعداء ليه، ونشوف هيعمل ايه معانا. Yeah.